اولا السلام عليكم. بنتي كيفاش اكتشفت المرض ديالها؟ عندها 4 سنين، زعما الولاده ديالها ولاده طبيعيه ما بها حتى حاجه الحمد لله. ومن بعد البنت كتكبر كيبانوا لي شي اعراض بحال مثلا نزيف، كيجيها نزيف من نيفها وفيها ليطاش وزروبيه، ومني البنت كيبانوا لي فيها هذا الشيء زيدها ديتها المستعجلات، وملي ديتها المستعجلات درت ليها التحليله لقاو بلي راه عندها ميكروب. هما الطبيب تما في بونجدور قال لي عندها الميكروب في الدم، على اساس زعما هي عندها سرطان في الدم. وزيت البنيه وجيت بها الحسن الثاني، عطاوني رساله وصيفطوني الحسن الثاني، درت ليها التحليله وما لقاوش عندها سرطان. قالوا لي بنتك عندها فقر الدم، ورجعت مشيت بحالتي لبوشطور. بقيت واحد شهرين تما، عاوتاني البنت مرضات ليا كتسخاف وكتزيد، ما بقاتش كما كانت غير نزيف وليطاش، ما بقاتش كتقاد كتسخاف وهذه. عاوتاني صيفطوني الحسن الثاني ورجعت ثاني نعس تما، شي 12 يوم نعس عندهم. الزراعه خاصها تزرع وحنا راه متبعين في اكادير مده، وعاوتاني متبعين في مراكش، ودابا راه صيفطونا ل 20 غشت، حنا دابا راه في 20 غشت متبعين. وبنتي كتاخذ الدويان وكنديروا ليها بزاف بزاف ديال التحاليل بزاف، وعندي الوثائق ديالها كاملين، كلشي عندي الوراق ديالها. هادو ديال الحسن الثاني والورقه باش كندخل تما عندهم الحسن الثاني، وعندي الوراق ديال مراكش ها هما هادو باش كندخل عندهم مراكش، وها هما ديال 20 غشت صيفطوني ل 20 غشت، قالوا لي بلي راه خاصها الزراعه، وهنا فين خرجوا لنا هذه الدواء هذا في 20 غشت. وما في مراكش كانت بنتي كتزيد عيد الدم ولي بلاكيت، وعندها ديك الفصيله اللي هي قليله، الفصيله نيجاتيف، واحد الفصيله اللي هي قليله بزاف، كنزيدوا ليها الدم ولي بلاكيت مده عام في مراكش. عاد صيفطوني ل 20 غشت خرجوا لي هذه الدواء هذا اللي هو هذا ديال زعما هو اللي كيوقفها، هو اللي معاونها شويه. الدريه كتولي شويه، وما راه كانت في مراكش كان ما كنهزها بلومبيلونس كتسخف ليا كطيح، كنديها لعندهم السبيطار كيزيدوا ليها الدم ولي بلاكي. ودابا الحمد لله هاد الدواء هذا كتاخذو ولات شويه كتمشى عليها رجليها وهذه، ولكن ها هما ديال سميتو تشيبش. ولكن دابا المشكله بلي راه الطبيب مده عام وهي متبعه هاد الدواء هذا، قال لنا البنت راه ما منسجمش مع هاد الدواء، ونعسات عندهم 3 شهور في 20 غوش، ودوزنا ليها واحد لاشيميو عندهم وخرجوا ليها هاد الدواء، وقال لنا هاد الدويان كاملين اللي خدات البنت راه ضروري غدوز غدير الزراعه. الدواء ما منسجمش معاها، خصها زراعه النخاع الشوكي. ودابا عطينا تقريبا اللي راه البنيه خصها تمشي للرباط. اولا درنا ليها تحليله ديال خوها ما مطابقش معاها، ودابا طلبوا لينا تحليله ديال الاب، راه مازال ما عطانا الطبيب باش يديرها با باش نديروا ليها تحليله باش نشوفوا واش مطابقين هم هو هي وباها ولا لا. الا ما مطابقاش مع باها راه غندير تحليله حتى انايا، الا مطابقه معها انا باش نعطيها تزرع. قالوا لي غدير الزراعه في الرباط، وهذا الشيء اللي كاين. التكاليف ديال الادويه، التكاليف ديال الاطباء، التنقل ديالكم من بوجدور للمحمديه، يعني تكلفه جد باهظه بزاف. يعني كيفاش كديروا بانكم باش كتنقلوا باش انكم تداو البنيه وانتم والزوج ديالك عاطينا للعمل؟ الصراحه المرض ديال بنتي عانينا بزاف، الدواء كيساعدوني غير الناس باش نشري ليها الدواء، الناس دراوش بحالي هما اللي كيساعدوني نشري ليها هذا الدواء هذا. وهذا الدواء هذا الباكيه هذه ها هو كدير 96 الف ريال لمده 7 ايام، كتديها هاد الباكيه ديال الدواء 7 ايام، غاليه بزاف كدير 96 الف ريال. وراجلي ماشي زعما شي خدمه اللي قاد بهذا الدواء هذا، راجلي بحري، راجلي بحري خدام في البحر. والمشكله هو دابا جالس من الخدمه حيتاش انا عندي الطربيه كما شفتوا عندي الدري الصغير، ما بقيتش انا كندي بنتي للسبيطار كيديها باها، وانا كنصافي الدار حيتاش عندي جوج ولاد، واحد صغير واحد السنين كيقرا في المدرسه، انا متكلفه بالدار والدراري، وهو كيدي البنيه. حيتاش كانت في الاول ملي كنا في مراكش كل 3 ايام 10 ايام كيخصها تزيد الدم ولي بلاكيت، ملي كتاخذ هاد الدواء هذا دابا 20 يوم 25 يوم عاد كنزيدوا ليها الدم ولي بلاكيت وسميتو. ودابا
دابا هاد الدواء هذا اللي كتاخذ هو اللي وقفها شويه على رجليها، ما بقاتش كتزيد الدمايات بزاف. دابا البنيه كتقرا مره مره، ماشي ديما، دابا راه شي شهرين ولا 3 شهور هي جالسه من القرايه، ما كتقراش بزاف حيتاش كتعيا كتسخف مع هاد سميتو هاد الدم اللي كيخصها، وخصها تزيد ديما الدم، ما كتقراش بزاف. وصراحه الصراحه كتعاني مسكينه، راه كانت في الاول كيجيها نزيف بزاف، كانت كيجيها نزيف، ودابا ملي كتاخذ هاد الدواء شويه ولات شويه لاباس. وهاد الدواء جانا قاصح بزاف، 96 ألف ريال لمده سيمانه، جانا قاصح بزاف. وها هو الدويان، ها هو ملي كتفاطو هاد الدواء تاعي اللي خداتو، ها هو بنسمع هنا بنت باش القناة ديال اليوتيوب باش يكون المداخل ديالها باش تداوي بنتك. شنو سميت القناة ديالك؟ القناة ديالي سميتها أم كوثر بوكر. القناة درتها مؤخرا وفيها جميع التفاصيل ديال المرض ديالها، واخا أنا شوية مرتبكة ما وصلش داك الشيء نيت اللي بغيت نقول. وفي القناه الصراحه فيها كل شيء، مع كنجلس بوحدي ما مرتبكاش تنقول داك الشيء اللي خاصو سميتو نقولو، فيها كل شيء جميع التفاصيل ديال المرض ديالها، وفين كنا وفين جينا، وهادي والدويه اللي كتاخذ، والناس اللي كيساعدوها كيعطيوها الدم تاعهم مساك الله يجزيهم بالخير، حيتاش عندها ديك الفصيله اللي هي فصيله اللي هي نادره بزاف، اوموا ما كنلقاوهاش دغيا، كندفعوا الطوموند بعض الاحيان سيمانه 10 ايام 15 يوم عاد كيلقاو لي هذاك الدم اللي كتدوزوا ليها. بالنسبه للتكاليف ديال العمليه عرفتوا تقريبا شحال تكون التكلفه ديال العمليه؟ كنسولوا على العمليه تيقولوا لك العمليه مكلفه بزاف، تيقولوا لك 100 مليون 80 مليون، كل واحد اش تيقول. بالنسبه لعلى برا تيقول لك العمليه اللي ما عندوش المتبرع بيمشي مثلا يدير ديك الزراعه على برا خاصو ديك 300 مليون حتى 400 مليون، حيتاش هما عندهم بنك ديال الزرع. وهنا خاصك المتبرع، الا خص الا سميتو بات زرع خصك الله يعطيك النخاع. دابا راه كنتسناوهم باش يعطيونا التحليله، باه يدير تحليله باش الا مطابق معاها راه غيعطيها تزرع، الا ما مطبقش راه حتى انا غادي ندير تحليله ومن تما ويحل الله، والله يطيب فيها الخير والله يجيب الشفاء. وكنطلب الناس والمحسنين اللي يقدر يعاونني في هذا الدواء الله يجازيهم بالخير، الله يرحم الوالدين المحسنين يعاونوني في هذا الدواء ديال بنتي. راه هذا الدواء هو اللي موقفها، هو اللي خلاها تمشى على رجليها، هو اللي هذا الدواء اللي موقفها. ما راه كانت في واحد الوقت راه ملي مازال ما كتاخذ هذا الدواء هذا راه كنت كنهزها بلومبين ونسنتيها للسبيطار، كتسخف ليا كطيح. شحال من مره قلت صافي بنتي مشات، شحال من مره قلت بنتي صافي غتموت ليا اليوم غدا، كنتسناها هي امتى تموت في واحد الوقت. ودابا الحمد لله كتاخذ هذا الدواء هذا مده عام، ودابا الطبيب قال لك هذا الدواء ما خصوش تاخذه مدى الحياه، خص البنت نوقفوا هذا سميتو هذا الدويان هذا، خص البنت دير الزراعه، خاصها تزرع هذا الدواء هذا تاخذه مدى الحياه. في مده هذا العام شكون اللي كان كيعطيكم هذا الفلوس ديال الدواء؟ انا كنت درت واحد اللايف مع واحد السيد وساعدوني الناس الله يجازيهم بالخير، وكيشري لي هذا الدواء، منهم واحد المحسن مسكين كيشري لي هذه الباكيه كامله، ومن كاين الناس عاوتاني هذا يسكت لي شويه هذا يسكت لي شويه، كنجمع باش نشري هذه الباكيه، حيتاش هذه الباكيه 96 ألف ريال مده 7 ايام راه ما ساهلاش، راه واحد الحاجه اللي هي صعيبه بزاف. وهذا داير 11 ألف ريال، هذا قال لك تاخذوا مدى الحياه، هذا نيوغار، هذا كيحميها كيحمي ليها الكلاوي ديالها من هذا سميتو نيوغار. وكتاخذ واحد الفيتامين اخر حتى هو زعما الصراحه الحمد لله داك الفيتامين ما غاليش كيما هذا اللي غالي. وهذا ودابا عندي التقرير، عطيني التقرير ديالها، ها هي هذا هو التقرير ديالها اللي راه البنت خاصها تزرع، ما خصهاش تاخذ هاد الدواء مادا الحياة. دابا اللي قالوك تزرع علاش الدواء ما غيبقاش كي عطا نفعو ديالو ولا شنو؟ الدواء غتاخذو ما غاديش يحيد ليها الطبيب الدواء، الدواء راه مازال غتاخذ الدواء ديالها حتى دير الزراعة، حيتاش هذا هو اللي موقفها هاد الدواء هذا. هذا بحال كالمون توقف. هذا اللي موقفها، والدرية بعدا ولات شوية هازينها رجيلاتها والحمد لله، كنشوفها كتمشى كتمشي وتجي، راه هذيك هي الدنيا وما فيها. وانا كنطلب سيدي ربي شافيها ينزل العفو من عنده، وكنطلب الناس والمحسنين اللي في استطاعته اللي يقدر يعاونني في هذا الدواء الله يجزيه بالخير هذا.
قول لنا الرقم الناس اللي بغاو قول لنا الرقم الهاتف ديالك باش الناس تبغي تعاون معاك 06 67 71 83 19. العنوان ديال الدار العنوان ديالك ما عرفتش حيتاش انا ما ساكنش هنايا الزنقه 15 دار 6 مكرر ديال الدكان محمدي حنا راه عام دابا باش الزنقه 15 الرقم 6 الزنقه 15 الرقم 6 مكرر ديال الوكاله وحده حمام الشعب في محمديه